استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكية الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه ممثل جلاله الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه رئيس الهيئه العامه للرياضه رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه ومعالي الشيخ خالد بن احمد الخليفه وزير الديوان الملكي في قصر الصخير هذا اليوم معالي رئيسه مجلس النواب ومعالي رئيس رئيس مجلس الشورى وأصحاب السمو والمعالي والسعادة مستشاري صاحب الجلالة ونواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب وسعادة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ومعالي رئيس المحكمة الدستورية وسعادة النائب العام ومعالي رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس مجلس الأوقاف السنية وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى هذا وقد رفع الجميع الى المقام السامي لصاحب الجلاله اصدق التهاني واطيب التبريكات والامنيات بحلول شهر رمضان المبارك، مبتهلين الى الباري جلت قدرته ان يحفظ جلالته ويرعاه، ويوفقه لما فيه الخير والصلاح لوطننا العزيز، وان يعيد هذه المناسبه الكريمه وامثالها على جلالته بموفور الصحه والسعاده وتمام العافيه والعمر المديد، وان يديم الامن والامان والاستقرار والرخاء على مملكه البحرين وعلى شعبها الوفي بالمزيد. المزيد من التقدم والازدهار والرفعة تحت قيادة جلالته الحكيمة وقد بدلهم حضرة صاحب الجلالة يده الله ورعاه التهنئة بهذا الشهر الفضيل شاكرا لهم تهانيهم الطيبة ومشاعرهم النبيلة سائلا الله تبارك وتعالى يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال ويعيد هذه المناسبة المباركة على مملكتنا العزيزة وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات وثمن جلالة الملك المفدى رعاه الله الجهود المخلصة والعمل الوطني الدؤوب لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المضي بمسيرة الخير والنماء إلى أفاق أرحب من الازدهار للوطن والمواطنين في مختلف المجالات وقيادة سموه المميزة لفريق البحرين خلال الجائحة العالمية والتي أثبتت من خلالها البحرين بجهود أبنائها قدرتها على مواجهة مختلف التحديات بروح الفريق الواحد مؤكدا جلالته رعاه الله ان الوضع الصحي في مملكه البحرين اليوم مستقر ويشهد تقدما ملحوظا في هذا المجال شاكرا جلالته جهود كافه الطواقم الطبيه والجهات المسانده على ما بذلوه من جهود طيبه طوال الفتره الماضيه واشاد جلالته بالجهود المخلصه لرئيسي مجلسي الشورى والنواب واعضاء المجلسين في خدمه الوطن والمواطنين وترسيخ دعائم المسيره الديمقراطيه والدفاع عن مصالح الوطن العليا والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين ومثنيا حفظه الله ورعاه على العمل الدؤوب لرؤساء الهيئات القضائيه في خدمه القضاء البحريني وتطويره لتحقيق العداله والحفاظ على الحقوق والحريات وتعزيز امن المجتمع واستقراره كما اعرب جلالته عن تقديره للدور المهم الذي يطلع به رئيس واعضاء المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه في خدمه الدين الاسلامي الحنيف ونشر تعاليمه السمحه والتوعيه بثوابته القائمه على الاعتدال والوسطيه ونبذ الغلو والتعصب والدعوه الى التمسك بالاخلاق الفاضله وتعزيز قيم الاخوه والتكافل والتراحم والتعاون بين الجميع وكذلك جهود رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة فيه وأدائهم المتميز وما حققوه من إنجازات في إطار الحفاظ على المال العام وأكد جلالة الملك المفدى رعاه الله على الجهود الطيبة التي يبذلها مجلس الأوقاف السنية والجعفرية في رعاية شؤون دور العبادة وتهيئة وإعداد الأئمة والخطباء لنشر ثقافة التسامح والتعايش والإخاء وتوجيه الخطاب الديني لتعزيز قيم الوحدة والانتماء الوطني. وأضاف جلالته أن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في مملكة البحرين تمثل الأسس الراسخة لمسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة في المجالات كافة. مؤكدا جلالته أن الإنجازات التي تحققها السلطات الثلاث في المملكة بتعاونها وجهود أبناء الوطن هي دافع للمزيد من البذل والعطاء عبر التعاون والتكاتف بين الجميع. مشيدا جلالة الملك المفدى بمستوى التعاون البناء والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة وأشاد جلالته حفظه الله ورعاه بجهود وإسامات أبناء البحرين الكرام في مسيرة الوطن المباركة وبما يتميزون به من قيم البذل والعطاء في سبيل خدمة وطنهم وإعلاء شأنه وتعزيز مكانته بين الأمم والشعوب واشار جلالته حفظه الله الى ان البحرين لها تاريخ عريق باعتبارها وطنا يحتضن الجميع ويؤمن بالتواصل ونشر قيم المحبه والسلام وهي عادات اهل البحرين المعروفه على مر التاريخ مؤكدا جلالته ان البحرين بحمد الله ترتبط بعلاقات طيبه بدول العالم كافه انطلاقا من سياستها النابعه من قيم اهل البحرين في التواصل والاتزان والاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركه خدمه للبشريه جمعاء مضيفا جلالته ان البحرين تسير بخطى ثابته نحو المزيد من التنميه والتطوير بتكاتف ابنائها ومساعيهم الخيره للبناء على ما تحقق من انجازات ومكتسبات في جميع الميادين